أهلا ومرحبا بيكم في فقرة التجميل لليوم. في فقرة اليوم بنشتغلوا على الأظافر، وممكن نديروا لون مميز ويناسب الاستعمال اليومي وممكن للاستخدام الرسمي أزول. ونبدأ مع تعقيم اليدين لحمايتها في حالة وجود خدوش أو جروح. بعد مرحلة التعقيم نجول تنسيق وتسوية الأظافر عن طريق بردها حتى نجهزوها للمراحل الأخرى. وإزالة الجلد الميت وهي مرحلة حساسة على قد ما هي مهمة، ونعطوها وقتها ونتوخوا الحذر. بعد مرحلة التنظيف وإزالة الزوائد ممكن بجل اللاصق نجهزوا الأظافر لخطوة التركيب. وبعدها نقصوهم بالطول والشكل المطلوب وعلى حسب رغبة الموديل والمناسبة والتوقيت. وبعد تعديل ممكن نعاودوا ونبردوهن من جديد لحتى ياخذن الشكل الأخير. ثم وضع الجل لتحسين المظهر وتسهيل باقي خطوات الشغل. وضحن في جهاز الأشعة لمدة ما تزيدش على 60 ثانية وإعادة بردن مرة أخرى. وبعدها نحط التوب كوت واللي هو المستحضر اللي يحمي كل طبقات ومراحل الشغل. ونحط المونيكير باللون اللي مختارينه بكل هدوء وحذر حتى نحافظوا على نظافة شغلنا. وبجهاز الكات آيز أو جهاز ذبذبات المغناطيس
نشتغلوا تموج في اللون والتداخل من دون ما تفقد التدرجات شكلها وتتلخبط ونفصل اللون بهالشكل. موديلنا اليوم اختارت الدمج بين هاللونين، درجة هادية جدا من الأخضر وكإكسسوار موف لماع. خطوات سهلة وبسيطة جدا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معانا.